في الصورة سيارة خفيفة تعطلت وسط سيل جارف بإحدى الشعاب على الطريق الوطنية بين تارودانت وطاطا، طريق انقطع طيلة الليلة الماضية بسبب سيول الوديان والتساقطات المطرية الكثيرة. حنا دابا في قرب ديال طاطا وحنا معزولين دابا. المشكل هو انه جميع الاوديه فيها مجموعه من السيول اللي حالت دون الوصول الى 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 مدينه طاطا. شي 3 سنين هذه فاش ما كاينش، فاش ما شفنا بحال هذه الحاله هذه، لان كيف تعرفوا تقريبا 3 سنين هذه كاين الجفاف في هذه المنطقه، والحمد لله هذه الامطار واخا كاين شي ويد الخسائر الناس فرحانين بها. على طول الطريق نحو طاطا تساقطات رعدية مهمة ملأت جنبات الطرق بالمياه وأسالت عدة وديان، مثلما الشأن في إسفن والمناطق المجاورة، الأمر الذي أزم حركة السير لدى مستعملي الطريق. المهنة ديالنا هذه السياقة وديما حنا في الطرقان بحال هاد الشيء هذا تيسبب لنا متاعب ديما. إيوا أولا أنا عرقلة السير والوقت وأنا بقينا عندنا دابا حنا محصورين هنا. حنا ديما كندوزو فيها ديما. ماشي مشكل زعما؟ لا ماشي مشكل، ولكن بالنسبه للحديد الصغير يمكن صعيب. لا صعيب صعيب، حيت السهوبه فيهم الحجر، داكشي علاش. الكاميو هو عادي شويه ماشي بحال الطوموبيل، داكشي علاش. صعوبات كثيره يعانيها مستعمل الطرق بسبب سيول الوديان، والطريق الوطنيه بين اكادير وطاطا عبر اغرم نموذج لمجموعه من المحاور التي انقطعت اثر التساقطات المطريه الاخيره.